كما كوريا وبريطانيا اللي قدمت بعض الأبطال يعني في رياضة التايكواندو تحاول ما أمكن أن تقدم جيل جديد من الأسماء اليوم بان مهمة لن تكون سهلة بالنسبة للبطل البريطاني. نعم أخي عادل، سيما وأنه الكوري يعني هو اللاعب الذي لا يقارع يعني في عالم التايكواندو، ولكن مؤخرا أصبحوا اللاعبين يعني كيشتغلوا على نقاط الضعف اللي عند اللاعب اللي ضايعون، وأصبح كينهزم بالعكس، أصبح كينهزم مجموعة من المقابلات، آخرها هي جائزة الكبرى روما، خسر نهائي ضد مير هاشيم حسيني من إيران اللي غيكون في نصف النهائي الثاني اللي ديال هذا الوزن هذا. كريستن هو لاعب قوي شرس اللي جاي من وزن اللي كان ثقيل نوعا ما بارابور وزن 68 كيلوغرام، فهذا الشيء غيحدث مشاكل اللاعب الكوري. نشوفوا كيفاش غيتعامل مع هذه الوضعيات، كيف ستكون البدايه في هذه الجوله الاولى. هاي على حركه البريطاني، هاي يعني لاحظ معي الرجل كتبقى فوق حول ما يمكن، هاي 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 يعني ثقة كبيرة من ماكريش. اللقطة الثانية، ضربة ثانية موفقة، شوف يلعب برجله بشكل يثير الانتباه اللاعب البريطاني. 4-0 ولي دايهون ما عرفش الان كيفاش يتعامل مع هذا الوضعية. نعم اكيد انه ضربات اللي سريعة بهذا الشكل، اول لقطة نعم ضربات سريعة وقوية، يعني قوية القوة ديال يعني اللاعب البريطاني والليونة ديالو كتجعل منه ضربات تكون قوية ومؤثرة وصعيبة للخصم انه يتعامل معها. فكنظن بانه الا بقى مبادر اللاعب البريطاني غيكون مسيطر على المقابلة، لكن الا رجع للوراء ووقف كيف ما شفنا دابا في اللقطة الأخيرة غيستقبل نقاط كثيرة من عند اللاعب الكوري. لازم دائما يكون اللاعب البريطاني مبادر ويبحث على تسجيل النقاط سواء بشكل يعني اللي مركز فيه او بشكل عشوائي، المهم انه الرجل تكون مرفوعه قدام الكوري. تحس سي بدر بانه مباراه فيها خفه، فيها لقطه، هوي 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 لقطه جميله من ماكريش، ثلاث نقاط، يعني حركه رائعه على مستوى راس اللاعب الكوري، لم يجد الحلول. هو 10 ترات، يعني يبان بانه قراءة مسبقة رائعة بالنسبة للاعب البريطاني، يعني الطريقة اللي تعامل بها مع هوي 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 13-2 يعني 12 مقابل 2 ربما لا يصدق لي دايهون ماذا يحدث في هذا النزال. 13 مقابل 2 يعني 13 مقابل 2 في الجولة، ربما يعني الكوري لم يكن يتوقع هذا السيناريو بهذا الشكل، لكن اول ملاحظه او ابرز ملاحظه وطريقه اللعب اللي يلعب بها حول مارس الكوري لتوجيه ضربات مرتد، ربما عودت الكوري من بعد ما فات يعني الجوله الاولى. اخي عادل، ربما عوده الكوري هي وارده نظرا لانه كيتميز بكاريزما بطل وعندهم الامكانيات الكبيره بانه يكون دارس الخصم يعني في الجوله الاولى، والجوله الثانيه يدخل بطريقه اللي 13 مقابل 3 لمعاكسه مقل. ما شاء الله، يعني ما شاء الله اللاعب 18-3 حركتين انا كنسحب الكلام رائعتين جميلتين من جانب البطل البريطاني. 19-3 اليوم البريطاني هو لاعب يستعرض قدراته وامكانياته ومهاراته وفنيته في هذا النزال. 19 مقابل 6 مباراة لم تنتهي، كل شيء ممكن، كل شيء ممكن، بالرغم انه يعني ما كناش يبان بانه ما شاء الله طب في مستواه وطب في حركاته، لكن فاجأني الصراحه ما كناش اليوم ما كانش متوقع انه يظهر بهذا المستوى هذا، سيما انه يعني تعود بانه ينهزم امام الكوري او ابطال اخرين يعني في مجموعه من المتقايات في مجموعه من الدوريات كينهزم بطريقه يعني عاديه. اليوم فهو لعب بشراسه كبيره وكيبحث بطريقه ذكيه انه يفوز بالمقابله. 19 مقابل 6 والسبب ربما هذا اللي يمكن نقدروا نقولوا بانه هذا هو التايكواندو اللي كيبغيو نشوفوه. دوران رائعه. 23 مقابل 9 المهمة تزداد تعقيدا كلما حاول لي دايهون تقليص الفرق، كلما ماكريش يوشي له بعض الضربات وبعض الفنيات والمهارات اللي تخليه يكسب نقاط. شوف 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 هنا ضربة هنا وضربة هناك. 25-9 ما يقوم به البريطاني هو استقبال الضربات ديال الكوري حتى ينتهي ويسجل هو مجموعة من النقاط. 25-10 تقلص الفارق 15 نقطة. مباراة جميلة، مباراة جميلة، مباراة توب
السي بدر اللي هز اللي شد المانيطا الان كنظن هذا هو فاخي عادل ما وقفش كشرح يعني المعطيات المقابله اللي قابطين الحكام اللي قابطين لي مانيط فهم ما كيسجلوش النقاط المباشره على واقي الصدر ولا واقي الراس. انا ما قصدتش الحكام زعما لعبه البلاي اللي شد المانيطا ديال هذا الماتش هذا راه نعم. اما القضاة ترافي الامور القضاة يسجلون فقط نقاط ليبريا بالفعل 28-12 راه كاين الان الحمد لله شي زمن متطوره بالفعل هذا هو اللي خصها. اذا 30-12 ماكناش يستعرض عداله ربما ستكون هزيمه غير متوقعه بهذا الشكل لي داي هون لانه كل ما حاول ما امكن يقلص الفريق كل ما البريطاني يعني وجه له بعض الضربات اللي كنشوفوا ثلاثة ستاكت في ثلاثة نقاط يزيد ثلاثة ويزيد اثنين ثلاثة حتى خلى وصلنا الآن هذا 30-13 يعني ربما ما غيتقبلهاش الكوري ما يتقبلش هذا الخسارة المذلة بهذا الشكل. نعم بهذا الشكل فاحنا تنتحدثوا على لي تايوان يعني المصنف رقم أول في العالم وبمجموع نقاط 500 نقطة اللي بعيدة وكل بريد لأن كما حتى استعدادية بالنسبة لتايوان يجب أن يستفيد يجب أن يستفيد أكثر لي تايوان. إذا 30 مقابل 13 أين سيصل العداء؟ أين سيصل العداد والعداء؟ يعني كلهم هذو عدائين بطبيعة الحال لأنه اللاعبين يقومون بمجهود بدني كبير في هذا النزال 30 مقابل 13 14 المفصل ما بين هاد اللاعبين كاملين يعني اللي كنشوفوا دابا النجوم الحاليين هو لاعب أولمبيا هذه مجرد بطولات يعني كيتنافسوا فيها من أجل جمع النقاط. الان وصل اللاعب كريستيان 7 انذارات وهذا كيشكل عليه خطر في المقابله ما لازمش يوصل ل 10 انذارات الا وصل غادي يتقصى يقدر داي هون يلعب على هذه النقطه هذه دفع 7 مقابل 2 لاعب قوي يعني بدنيا لاعب قوي لاعب كريستيان تقرات مقريش والطاقم التقني كانت تقرات جيده للخصم الكوري إذن 8-2 أصبح مهدد أكثر مكريش ماذا تفعل؟ دقيقة يعني وعشر ثواني يقدر يضرب كل شيء في الصفر يقدر يضرب كل شيء في الصفر وسيما أنه هذا الإنذارات غيحاولوا يضغطوا عليه باش يخليوا اللاعب اللي يلعب أريحية أكبر مكريش تأتي مقابل 18 الفعالية اللي كانت عند مكريش هذا سيحدث الآن لي دايون يحاول يستغل هذه الوضعية باب 10 نقاط يقدر يعود في المقابلة مباراة لم تنتهي بعد ماذا يحدث للبريطاني حاول يكسر الريتم هذا أكيد أكيد اعتراض المدرب الكوري يعني أبرز ما فيه ما يكون فيه هو إنذار ديال الخروج بالفعل يبحث على إنذار إذا زاد الإنذار التاسع يصبح مهدد بإنذار واحد ويقوم بمجموعة من الأخطاء اللي تقدر تخلي اللاعب دايون ليه في المقابلة. مباراة بريطاني بريطاني كما يقال وضعية 32 الكوري في ماذا تفكر لي داي هون قد تكون مباراة الموسم لو يفعل لي داي هون ويقلب الطاولة على مكريش المهدد 8 مقابل 2 6 نقاط كفارق ما هذا المقابلة بدر 32-24 يسجل نقطة يصبح الفريق 8 نقاط حركة هنا وحركة هناك ربما إذا 8 مقابل 2 32-24 هل سيكون محظوظ مكريش قلت سيكون محظوظ لأنه في وضعية صعبة جدا ماذا يحدث شوف شمايل تتفاعل 26-32 يعني لاحظ هذه النقطة رقم 33 اللي ما كناش إذا 5 ثواني محدود على الأقل أنه خرج يعني المنتصر الوقت اللي كان مهدد 33-26 برافو يستحق برافو شكرا لما كناش وشكرا لي على هذا الأداء الرائع هذه المباريات اللي بغينا نشوفه في رياضة ديال تيكواندو يعني مباريات اللي مفتوحة يعني كتاب مفتوح كما يقال السي بدر